حد في حضراتكم حاول يربط بين اختراع إيلون ماسك الجديد وبين أجهزة الاستخبارات في العالم؟ اليومين اللي فاتوا أعلن إيلون ماسك عن اختراع جديد لشركة من شركاته، وهي شريحة بيتم تركيبها في مخ الإنسان تقدر تعالجه من أمراض كتير، أهمها الشلل التام والصرع وفقد البصر والسمع وغيرها من الأمراض. إزاي؟ عن طريق التحكم في الخلايا العصبية، وبالتالي بيستعيد الإنسان قدرته على الحركة. ورغم إن الشريحة دي اكتشاف عظيم على المستوى الطبي، وياما السينما الأمريكية قدمت أفلام خيال علمي عن نفس الفكرة، إلا إن في جانب تاني لشريحة إيلون ماسك ما حدش يتكلم عنه، وهو دورها في عالم الاستخبارات. وعلشان نعرف تفاصيل اكتر عن الجيل الجديد من اجهزة الاستخبارات اللي هتصنعه الشريحة دي، خلينا نرجع لجملة مهمة قالها إيلون ماسك نفسه ردا على سؤال صحفي. Will you be able to save and replay memories in the future? Yes, I think in the future you will be able to save and replay memories. السؤال كان هل الشريحة دي تقدر تحتفظ بذكريات الإنسان؟ يعني بما إنها بتتوصل بالمخ، هل ممكن توصل لذكريات الإنسان وأفكاره وتحتفظ بيها، وبالتالي يتخلص البشر من النسيان؟ وكانت إجابة إيلون ماسك هنا سريعة وبدون تفكير، قال طبعا الشريحة تقدر تحتفظ بالذكريات الموجودة في المخ. ومش بس كده، ده قال كمان إن الشريحة هتحول المخ البشري لهارد ديسك تنسخ من عليه بياناته وتحتفظ بيها وفقا لاحتياجات الإنسان اللي مركبها في مخه. يعني إيه الكلام اللي فات ده وايه خطورته؟ ده اللي هنعرفه النهارده في حلقه جديده من المواطن سعيد. إيلون ماسك اللي ما يعرفوش هو واحد من اهم صناع التكنولوجيا في العالم، زي ما هو واحد من اغنى اغنياء العالم بثروه تقدر 100 مليار دولار. اسس شركه المدفوعات عبر الانترنت بيبال، وشركه تسلا للسيارات الكهربائيه، وبيرأس شركه الصواريخ الفضائيه سبيس اكس، واسس شركه ثانيه متخصصه في انشاء الانفاق اللي بتشتغل بنظام النقل الكهربائي تحت الشوارع علشان يقضي على الزحمه. لكن كلامنا النهارده عن شركه نيورالينك اللي بيرأسها برضه، والمتخصصه في تطوير اجهزه تقدر توصل الدماغ البشري بأجهزة الكمبيوتر. وقبل ما أكمل، مش عاوزك تقارن بين العالم العربي وبين اللي الناس دي وصلت له علشان ما تسرحش. ركز معايا الأول لحد ما الحلقة تخلص علشان المعلومة توصل لك كاملة، وبعدين قارن براحتك. كان من أشهر الأفلام الأمريكية المصنفة خيال علمي واللي اتكلمت عن موضوع الشريحة دي هو فيلم أبجريد، وقصته باختصار إن واحد عمل حادثة أصيب بعديها بشلل رباعي، لكن بعد ما ركب الشريحة دي في النخاع الشوكي قدر يستعيد قدرته على التحكم في عضلاته، وده كان الغرض الطبي من الشريحة. لكن اكتشف بعد كده ان الشريحة بذكائها الاصطناعي مش بس تقدر تمكنه من استعادة الحركة، لكن كمان تقدر تتحكم في عضلاته، بمعنى انه لو اشتبك مع حد هيبقى اسرع في رد الفعل واسرع في تجنب ضربات خصمه. وتقدر تقيس ده بقى على المجال العسكري، لو انت جندي مزود بالشريحة دي قدرتك على اصابة الاهداف ممكن تزيد بنسبة شكلها ايه. وبرضه تقدر تطبق نفس المثال على كل الجنود والضباط في مختلف الاسلحة، فمثلا الطيار قدرته على المناورة واصابة اهدافه هتزيد، خصوصا مع التطور التقني في صناعة الطيارات دلوقتي وقدرتها على المناورة. طيب ليه قدرة الطيار في الاشتباك والمناورة هتزيد؟ لان اللي بيفكر ويحسب وينفذ هنا مش مجرد طيار بشري، لكن طيار بشري مخه مزود بقدرات الذكاء الاصطناعي وقدرات الانسان الالي على التحكم في حركاته. وتقدر تطبق ده على اي مجال زي الرياضة بانواعها، العلوم والطب والصيدلة، لدرجة ان في تكنولوجيا هتختفي وهيتم استبدالها بتكنولوجيا جديدة. فمثلا في المستقبل مش هتحتاج للموبايل، وبالتالي سوق بيع الموبايلات واللي بلغت قيمته سنة 2019 282 مليار دولار هينضرب، وكل المشتريات دي هتتوجه للشرائح الالكترونيه الجديده وما ينتج عنها من اختراعات مكمله اللي هي الاكسسوارز. يعني مثلا لما ظهر الموبايل ظهر بعده نظارات الواقع الافتراضي. طيب لما يتم طرح الشريحه دي في الاسواق، ممكن مثلا يتم اختراع لينسز لعرض الصور والفيديوهات اللي هتستقبلها الشريحه من الانترنت زيها زي اي اختراع. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان في اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دلوقتي، شركات الالكترونيات سواء كانت هواتف محموله او اجهزه كمبيوتر او غيرها من الاجهزه، بتفكر فعليا في خطه جديدة لمواجهة اختراع إيلون ماسك، سواء بتطوير أجهزتها أو تغيير النشاط تماما، لأن زي ما قلت لحضرتك خريطة تكنولوجيا المستقبل بتتغير. واللي في حضراتكم مستصعب الفكرة ممكن يرجع لشركة نوكيا اللي بعد ما كانت بتتربع على عرش صناعة الهواتف المحمولة انهارت تماما، وسيطرت شركات جديدة على السوق زي آيفون وسامسونج وغيرها من الشركات الصينية زي هواوي مثلا. وانهيار شركة نوكيا كان لسبب بسيط جدا، وهو إنها ما صدقتش إن حد ممكن يسبقها في تطور التكنولوجيا، فتوقفت هي عن تطوير نفسها
فغرقت. الشريحة الصغيرة اللي حضرتك شايفها دي هتدمج قدرات العقل والجسم البشري اللامحدودة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولك أن تتخيل النتيجة. طيب لو حبينا نقيس التقنيات الجديدة دي على مجال الاستخبارات، ممكن إيه اللي يتغير؟ أولا مهم نعرف إن من أهم قدرات ضابط الاستخبارات ذاكرته، وبما إن الشريحة بتضمن الاحتفاظ بكل ذكريات الإنسان وبياناته، فحضرتك هتمتلك ضابط استخبارات ما بينساش حاجة. ضابط استخبارات بيمتلك ذاكرة مش بس فوتوغرافية، ده كمان ذاكرة مرئية، والأخطر من كده إن الشريحة متصلة بالإنترنت، يعني صاحبها لديه القدرة على تحصيل أي معلومات مطلوبة في أي لحظة وبدون ما يتكلم أو يحتاج للابتوب أو موبايل. وده بيفكرنا في فيلم ترانسندنس للفنان الأمريكي جوني ديب، واللي كان بيتكلم فيه عن قدرات الإنسان لو امتلك القدرة على ربط مخه بشبكة الإنترنت. قال جملة خطيرة جدا في الفيلم لما زوجته سألته عن مكانه، قال لها أنا في كل مكان. وطبعا لو اضفت لضابط المخابرات القدرات الحركية اللي بتوفرها له الشريحة، فحضرتك هتمتلك سوبر ضابط مخابرات، خصوصا وان الشريحة دي مع التطوير ممكن يتم تزويدها بموجات صوتية توصل لطبلة الاذن وبالتالي تقدر تسمعها، يعني الشريحة تقدر تكلمك وترد عليك زي المشهد ده بالضبط. I'm sending sound waves to your eardrum. باستخدام الشريحة دي برضو مش هتحتاج تستجوب جاسوس او متهم، لانك بكل بساطة لو عندك جاسوس عاوز تستخلص منه المعلومات هتزرع له الشريحة، وفي اقل من نص ساعة هتنقل كل البيانات اللي في مخه على اللابتوب بتاعك. وده اللي اكده إيلون ماسك بنفسه لما قال نصا: يمكنك تحميل بيانات مخك كما يمكنك تخزين ذكرياتك بشكل أساسي كنسخة احتياطية، واستعادة الذكريات وفي النهاية يمكنك تنزلها في جسم بشري جديد أو جسم إنسان آلي. وده بالظبط اللي شفناه في مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف. وبالتالي أقدر أقول لحضرتك وخليك فاكر الحلقة دي كويس: في المستقبل تجارة الأعضاء هتختفي وهيتم استبدالها بتجارة الأجسام الكاملة، يعني لو حضرتك غني جدا وفقدت أمك أو زوجتك أو ابنك تقدر تشتري إنسان وتحذف كل ذكرياته بالكامل وتحمل ذكريات الإنسان اللي فقدته على مخ الإنسان اللي أنت، ومع كم عملية تجميل تمتلك من تاني الإنسان اللي فقدته بنفس الشكل ونفس الذكريات. أنت نفسك تقدر تشتري إنسان تحذف ذكرياته ويتحمل عليه ذكرياتك وبياناتك أنت، وبالتالي لو مت تقدر تستعيد حياتك في جسد شخص تاني. ومش بعيد تظهر شركات متخصصة في التجارة دي تحديدا زي شركات التأمين دلوقتي، خصوصا مع تطور عمليات الاستنساخ البشري واللي برضو ناقشها فيلم ذا آيلاند، شركة متخصصة في استنساخ البشر وفقا لطلبات الزبائن. فممكن مستقبلا تظهر شركات تشتري فيها حياة جديدة، بمعنى انهم يستنسخوا انسان جديد منك ويحملوا عليه ذكرياتك اللي الشريحة دي احتفظت بنسخة منها بالفعل، وبكده تقدر تعيش حياة جديدة في جسدك الجديد اللي تم استنساخه منك. انا طبعا هنا مش بشجع ان حاجة زي كده تحصل، لكن بتوقع معاك اللي ممكن يحصل وفقا لترتيب الاحداث، وتقدر حضرتك برضو تتوقع الاحداث اللي ممكن تترتب على اختراع زي ده وقول لي تصورك في التعليقات. وبالمناسبة اللي بيقوم بزرع الشريحة دي روبوت جراحي، يعني مش محتاج لجراح بشري، والعملية بسيطة وما بتاخدش وقت، وده وفقا لتصريحات إيلون ماسك نفسه. وبالتالي مؤسسات كتير ممكن تمتلك الروبوت الجراحي ده وتنفذ عمليات زرع الشريحة بكل سهولة لكل موظفيها. طيب هل الشريحة دي بعد ما ركبها اقدر اتخلص منها بعد كده، ولا بمجرد ما دخلت المخ خلاص كده الموضوع انتهى؟ بتقدر تتخلص من الشريحة وقت ما تحب بدون اي اثار جانبية، وده وفقا للتجارب اللي اجروها على مجموعة من الخنازير ونجحت فعليا. دي الخنازير وقت عرض الاختراع في مؤتمر صحفي، والصوت اللي حضراتكم سمعتوه ده صوت نبضات النشاط العصبي للخنزير واللي بترصدها الشريحة. حد هنا يسأل سؤال مهم: ايه المشكلة لما يحصل تطور في اجهزة الاستخبارات؟ ما التطور التكنولوجي كده ولا كده مستمر مهما اختلفت صوره ومستوياته. اقول لحضرتك عندك حق، لكن فرق كبير بين التطور التكنولوجي في الاجهزة اللي حضرتك بتستخدمها وبين تطور الاجهزة اللي بتتحكم في حضرتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهاردة حضرتك اخترعت جهاز بيتحكم في حركاتك وتصرفاتك ومشاعرك وانفعالاتك، وبيمتلك القدرة على الوصول لكل بياناتك اللي محدش يقدر يوصل لها لانها باختصار جوه مخك. طيب لو حد اخترق الشريحة دي وسيطر عليها باعتبار ان تشغيلها مرتبط بالكمبيوتر والانترنت فيسهل اختراقها، حضرتك هنا بتفقد نفسك حرفيا، بتفقد بياناتك ومشاعرك وتحكمك في عضلاتك، بتتحول لانسان اللي بيتحكم فيه شخص اخر. خد بالك هنا اننا لسه ما اتكلمناش عن انقلاب الاجهزة دي على الجنس البشري، ومش هتكلم عن الموضوع ده دلوقتي لانه محتاج حلقة منفصلة، لكن خلينا في دايرة أصغر وهي اختراق البشر لأجهزة لديها القدرة على التحكم في بشر تانيين. حضرتك النهاردة مثلا ضابط مخابرات أو عالم نووي أو ممثلة مشهورة بتمتلك شبكة علاقات قوية في الوسط السياسي، لو قدر جهاز استخبارات معادي يخترق الشريحة اللي متركبة في مخك، إيه اللي هيحصل؟ هيمتلكك وبالتالي هيستخدمك وفقا لمصالحه. وهنا بيتضح لحضرتك خصوصا بعد اللي شرحناه في حلقة تسليح الفضاء واللي وصلت فيه تكنولوجيا صناعة السلاح الروسية لصناعة أقمار صناعية مسلحة تقدر تشتبك مع
أقمار صناعية تانية وتوقعها؟ إن حروب الدبابات والطيارات في طريقها للزوال. حروب المستقبل هتعتمد على التكنولوجيا وجمع المعلومات اللي هي أجهزة الاستخبارات. طول ما أنت مسيطر على التكنولوجيا تقدر تحرك أقمار صناعية مسلحة تضرب أقمار الدولة المستهدفة. تقدر تتحكم في عقول البشر اللي هيتم توصيلها بشرائح إلكترونية مزودة بالذكاء الاصطناعي. تقدر تتحكم في وقت البشر اللي بيضيع أغلبه على وسائل التواصل الاجتماعي. وتقدر برضو تتحكم في الرأي العام لأي دولة واللي بتشكله السوشيال ميديا. تقدر توجه انتخابات رئاسية لصالح شخص معين ضد شخص تاني، زي ما أمريكا اتهمت الصين بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية باستخدام تطبيق تيك توك. وتقدر تعرف تفاصيل أكتر عنها في حلقة جاسوس للبيع. وفي الوقت اللي دول كتير بتتخانق فيه على صفقات سلاح زي الطيارات والسفن الحربية والصواريخ البالستية، في ناس تانية بتخترع شريحة قد الجنيه الفضة علشان تسيطر بيها على عقول البشر. وبالمناسبة شركة نورلينك اللي اخترعت الشريحة دي مش الشركة الوحيدة اللي اشتغلت على ربط الذكاء الاصطناعي بالمخ. فمثلا شركة كيرنل بتشتغل على وجهات عصبية متقدمة لعلاج الأمراض وتوسيع الإدراك. مارك زوكربيرج رئيس تنفيذ شركة فيسبوك نفسه مهتم بالمجال ده، لدرجة انه اشترى شركة اسمها كنترول لابس، ودي شركة متخصصة في مجال تطوير الوجهات العصبية غير الجراحية، وضمها لشركة رياليتي لابس واللي شغلتها تطوير طريقة تفاعلنا مع الأجهزة الإلكترونية. حد هنا يسأل سؤال، هل في أي حد نجح قبل كده في اختراعات من النوع ده؟ أقول لحضرتك باحثين كتير بدأوا تجارب من النوع ده لعلاج المصابين بالشلل من التسعينات، ونجحوا فعلا في تمكين الأشخاص المصابين بالشلل من تحريك الأطراف الصناعية وإصدار أوامر للكمبيوتر بإشارات المخ. وبالتالي تطوير التجارب دي في صورة اختراع لربط المخ بشريحة إلكترونية ما بقاش بعيد. فيظل هنا السؤال لحضرتك، هل هتوافق يتم زرع الشريحة دي في مخك وليه؟ لو استفدت من الحلقة ادعمنا في نشرها، ولو ما استفدتش بنعتذر لك على وقتك، وبإذن الله نحاول نضاعف جهدنا الحلقات الجاية. ودلوقتي أسيبكم مع أفضل تعليق على الحلقة اللي فاتت. The world is run on secrets.